بصوا بقى، انا جيت عند ماما دايما بتكلمني الصبح تقول لي تعالي انا عامله بطاطا، تعالي انا عامله بطاطا مشويه وخطيره يا سيدي وطريه خالص. انا هاخد البطاطا واطلع لماما بقى، وايه ونتكلم معاها. ضربت لي حتتين بطاطا، واحده صغيره واحده متوسطه. ده بقى الطلعة بتاعتنا كل يوم. لازم اصبح على بابا وانا طالعة كده. استنى ما افرقه، دي آية ودي أمنية وهي ده أننا، ودي دينا ودي أنا وأنا في ستة ابتدائي، وانضمت لينا جيجي وهي ده أنونة. بص الحلاوة. وده الباشمهندس فاروق حبيبي الله يرحمه ويغفر له يا قلبي. استنى اهو، قمر قمر. ودي الصورة اللي احنا عملناها. بشكر داليا احمد من اسكندرية، عملتها لي على ابليكيشن وبعتتها لي فكبرناها وطبعناها. انا طالعة لماما وهاكل البطاطا. يا جيجي انت بتصلي؟ ده عامله زي ال انا جبت البطاطا وجيت اهو. خفيفه بتدفي. ايه امنيه تانية قولي كده؟ بقول البطاطا دي اختراع، مش عارفه مين صار في الناس اللي بيحطوا لها زبده وبيحطوا لها سكر. هي مش محتاجه، مش محتاجه سكر. سكر وبناكلها بالقشر. جواها سكر، ولما بتحطيها في الفرن بتنزل السكر تحفة. تقعدي بقى ايه، مش بتتخن؟ لا خالص تحفة، بتشبعك. اما حلو حلاوة شوكليت بقى ولا الكلام؟ لا ولا هوت شوكليت ولا نيلة ولا سحلب ولا الحاجات اللي بتتخن. حلوة. اتفضلوا معانا. ما انا مش عايزة افتح التلفزيون يا ماما. ليه بقى؟ انا مش عايزة اشوف نفسي، انا شفت نفسي خلاص. انت يا سلام، انا عايزه اشوفك. معلش احنا عاملين دلوقتي برنامج لوحدينا مع بعض دلوقتي، لو سمحتي تردي عليا. استني هجيلك قدامك عشان اصور الوش القمر ده. طب بصي تعالي هنا كده. حاضر. ده جلد ده ولا ايه يا دود؟ جلد بتاع اورنج كي. مسكي جيجي. مسكي يا دودو. طب ممكن نقفل الستاره عشان النور ضرب في عينك. استنى. طيب هقفل. طلعيها من هنا كده من ورا البتاع. ايه ده انت بتقفلي الشيش؟ استني هنفتح النور عشان ما هفتح النور واجيلك. طب يا جيجي كده، جيجي بتتقلي علينا والناس عايزين يشوفوكي. يشوفوني؟ طب بقول لك يا ماما دلوقتي ادعي لي عشان المعرض بكره. المعرض ايه؟ بكره. فانا ببقى ان شاء الله ربنا يكرم الناس يا رب. ادعي لهم والنبي يا ماما. ربنا يكرمهم. شوفي بقى شايلين بضاعه وجايبينها وعاملين وبتاع. الموضوع صعب جدا. جدا جدا. وفي ناس ما بتبيعش فبيبيعوا في المعرض. لا انت في المعرض ده انت بتبقي مش سموته. ايوه بجد. ربنا يكرمك عشان ايه الناس اللي بتبقى شايله بضاعه وحاجات ان شاء الله عميلة. كله يبيع ويشتغل ويرزق والدنيا تبقى تمشي يا رب. والناس تتبسط ما انت كنت يا ماما كانت مسؤولة الرفاهيات في البيت عندنا. زي بابا كان مسؤول الحاجات الاساسيات وانت الرفاهيات. رفاهيات زي ايه يعني؟ الحاجات دي الدلع. عايزه سلسله، عايزه مش عارفه ايه. عايزه ايه؟ سلسله، عايزه هديه لصاحبتي، عايزه اروح عيد ميلاد، عايزه ما اعرفش ايه. كانت ماما تديني. طب والاساسيات اللي هي ايه بقى؟ ما اعرفش، بس يعني بابا ما كانش له في الدلع ده، صح؟ انت كان لا عيد ميلاد صاحبتك؟ لا ملوش دعوه هو بك. ولا كان عيد ميلادك ولا عيد ميلادي ولا موضوع. فاكره ما عملنا له عيد ميلاد وبقى يتخانق. أيوة. وانا صغير. عملنا له عيد ميلاد ليه؟ واحنا عاملينها له مفاجأة. لا كان بيتخانق معايا. كان بط وبتاع ده ومحشي، وبعد عيد الميلاد في أوضة السفرة حط له بقى التورتة. اتضايق.
اتضايق وجبنا له هديه اتضايق من الهديه آه. وبعدين بعد بدا يلبسها قعد يلبسها ماما بقى يقول ايه مين اللي جاب الهدايا الحلوه هو يزعق فينا في الاول وبعد كده يفضل بقى يشكرنا لا وايه اللي انت جايباه ده وهو انا صغير وانا اضحك تضحكي على ايه عامله لك عيد ميلاد وانا طفل صغير عيد ميلاد ايه وبتاع كلام فاضي ايه كنا نقول له طب يا بابا اعمل لماما عيد ميلاد فكان يقول لك عيد الام في عيد الام يا بابا مش هتجيب لماما هديه في عيد الام فكان يقول ايه كان يقول لي انت عايزه حاجه اقول له لا يقول هي انا مش عايزه هي انا مش عايزه حاجه طب بصي يا جي وش معنى يعني عيد الام اه يعني هو ما احنا لما كنا بنجيب له هديه كان يتخانق معانا هو الام مكرمه في اي وقت وفي اي يوم وبصراحه كان حنين على مامته واخواته وقرايبه كلهم كان عنده صلة الرحم دي رهيبة ما انت يا ماما كنت حنينة خالص ده ماما لما كانت تيتا تعبانة كنت بتسافري من طنطا تيتا كانت قاعدة في القاهرة وما جالها في آخر أيامها كنت بتسافر سنة قعدت سنة كنت أسافر كل أسبوع كل أسبوع وشيري أمنية تشيري أمنية على كتفك وتركبي مواصلات ما كانش فيه كان باباك في السعودية وتركبي مواصلات وتروحي القاهرة تعملي لها ايه كنت بصي بقى باخدها معايا تاخد العلاج بعمل لها كل حاجة وفي الايام يعني تنزلي يوم واحد تيجي من طنطا انت كان عندك ما انت كان عندك شغل لا ايام تيتا فريده كنت واخده اجازه مولودة صح كنت واخده اجازه وضع وكنت واخده مش اجازه وضع اجازه بدون مرتب ايوه صح قعدتي 6 سنين اجازه بدون مرتب فكنت بقى وتشيلي امنيه وتاخديها وتركبي مواصلات وتروحي لتيتا تقعدي تغسلي لها وتنظفي لها وتعملي لها وتحميها وكل وتحميها حاجه وتكلمها والضيوف تيجي واقعد معاهم واعمل لهم يا حبيبتي المده بصي إيه؟ كنت بسافر ايه يوم الخميس والجمعه والسبت كنت بتبقوا في المدرسه وساعات كان يبقى عندها علاجات يوم السبت كنت سافر السبت الصبح بدري ولحد انتوا بتبقوا اجازه ايوه يعني كنت برتب نفسي كنا نوتردام بناخد جمعه وحد اجازه طب بقول لك انت كنت بتسيبينا فين كنت بس كانت تيتا فاطمه معانا أيوة مش تيتا فاطمه كانت عايشه معانا فكنت بتسيبينا وبعدين كان ساعات ايه تتعزم عند عمك او حاجه فايه ما كانتش بتبقى موجوده كنت بقفل عليكم الباب وايه واروح اروح اسافر واجي بالليل واسافر تاني يوم واجي بالليل وفي مره بقى لقيت مام داليا مهتاب ربنا يكرمها يا رب جارتنا. بدور عليكم ما لقيتكمش رحت لها قالت لي عيال مين ما شفتش عيال ده كلام بقى تسافري وتسيبيهم بقى خلاص لما تيتا فاطمه ما كانش بعد كده عمتك ولدت ولا ما اعرفش ايه فكانت بقى ايه كانت بتاخدكم تقول يلا روحي لمامتك وانا ايه هقعد بيه وهم لغايه دلوقتي اصحابنا الانتين داليا وبوسي كان داليا وبسنت ودعاء وانتي ودينا فكنا نروح نبات عندهم انتي قد داليا وبوسي قد فكان على طول بقى وكنا جيران بقى كان الحيطه لازقه في الحيط طيب وانت عملت يا ماما برضو لما يعني بعد تيتا بقى ربنا بقى رحمها وتوفت وبرضو طنط عزة مرات خالي لما تعبت وجالها كانسر يا حبيبتي ربنا يرحمها ويغفر لها انت برضو كنت عزة دي كانت بنت واحدة كانت وحيدة كنت برضو بتنزلي مصر ومامتها كانت ست كبيرة كنت بروح انا بقى بتروحي لها برضو تسافري من طنطا لمصر بس كنت بسيب بقى أمنية كنا كبرنا شويه لان انا كنت وآية كانت كبرت انا كنت في الكليه
لا كنت كبار بقى عادي، كنا كبرنا بس كنت بسيبكم واسيب لكم الاكل والبتاع وكده. ده زياره المريض دي بس انت كنت برضو على طول مع طنط عسى، هي كانت زي اختك برضو يا ماما. ما هي كانت تعتبر اختي لان بنت خالتي، هي بنت خالتك ومرات اخويا ومرات خاله حسين، وبعدين وهي كانت وحيده وانت يعني عارفه. وبعدين كان هيعمل ايه خالك بردك؟ مامتها كانت ست كبيرة، كانت تيجي يعني ما كانتش قادرة تمشي وما عرفش. أنا كنت بردك إيه بس بقى الله يرحمها. وبعد كده لما كنت تروح المستشفى كنت أروح معاها، يعمل لها منظار، يعمل لها مستشفى المعادي. وإيه وأصحابي كانوا هناك يبقوا واقفين معانا. ولما جت من لندن وإيه وأنا قعدت معاها 15 يوم جابولي إنذار بالرفد. رفد إيه؟ الشغل. أنت قعدتي مع طنط عزة 15 يوم في هناك. لما جيت بقى لما جت من لندن رحنا قابلناها، كانت جاية هي وخالك، فحالتها كانت تعبانة، فأنا رحت معاها المستشفى ونسيت خالص. فباباكي قال لي، جه قال لي على فكره بعتولك من من الشغل انذار بالفصل. قلت له اكتب لي ايه؟ مريضه ملازمه الفراش عشان تاخدي بالك منها. طب بابا ما كانش بيتضايق ماما انك بتسافري؟ لا تخيلي، كان يعني يقول لي البيت زي الفل، كانت تيتا معاكو. ايوه صح، البيت زي الفل. رحت لقيت الدنيا جيت بقى عشان ايه؟ يعني هو ما كانش بيتضايق ان انت رايحه تقعدي مع مرات اخوكي لا. وبنت خالتك في المستشفى وتقعدي 15 يوم؟ قعدت ايه، رحت خدت اجازه وايه، وانا راجعه كنت هرجع بقى يوم السبت، لقيتها بقى بتكلمك وقالت ماما ماتت. انا فاكره اليوم ده. يا حبيبتي الله يرحمها. لا يعني بابا ما كانش بيتضايق؟ لا ما يقولكيش لا ما فيش ما تروحيش، ده في رجاله بيمنعوا مراتاتهم. في انه طب انا هسالك على شويه اسئله. ايه تيتا بقى فاطمه كانت عزه بقى تدعي لي وتقول لي ربنا ما يرقد لك جتة وكده. طنط فاطمه بقى لما كانت تعبانه ما هي قعدت مدة تعبانة. تيتا فاطمة حماتك. ما هي كانت معانا بقى. مش معقول حاسبها بقى واللي كانت تطلبه اعمله لها كده. ربنا اخر يوم انت عامله لها ايه؟ ايه؟ عامله لها ايه اخر يوم؟ كنت عامله لها ارنب. ايوه كانت عايزة تاكل ارنب. إيه بتصحي بنتها، كانت برلنتي عمتك نايمة معايا، فبتقول لها قومي هاتي لي ارنب. فانا في المطبخ بعد السحور قلت لها بصي انا اللي هجيبهولك، خدت بعضي ورحت الشغل. هي تيتا ماتت في رمضان؟ كان نفسها تموت في رمضان. ورحت الشغل وبعت عميله جابت الارنب وجبته وجيت، وقلت بقى للوكيل الوزاره ولا المدير العام، قلت له ايه بقول لك حماتي عيانه وطالبه كذا، واوعى تسال علي لان انا همشي. قال لي ماشي، وخدت بعضي ومشيت وعملت لها الارنب واكلتها وكده. وقالت لي يا ابتهاج انا مروحه يا حبيبتي، انا مروحه النهارده. قلت لها لا 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 لسه بدري. مش انا كنت كل سنه بعمل بسكوت وبوتيفور وحاجات عشان عمتك؟ فلا لا خليكي رمضان الجاي يا طنط فاطمه. قالت لي لا انا مروحه وكده. قلت لها لا ده انت كويسه خالص وانا باكلها الارنب. قالت لك ايه بقى قبل ما تموت؟ قالت لي انت اصيله قوي يا ابتهاج وكده. انا هعيط، اقفلي.